متشرف بحضرتك. محمد مصطفى محمد. استاذ محمد، حضرتك محامي الخاص بقضيه معروفه عالميا سفاح المعادي. ايوه، محمد عادل شيتوس هو المتهم الاول ومع اخرين، لكن انا عن المتهم الخامس السائق الذي تم زج اسمه من قبل المتهم الاول لخلاف ما حوالين ان هو رفض ان هو يجي ينقل جثمان المتوفي من مكان مقتله. بس مفكر الساده المشاهدين بالقضيه نفسها. القضيه نفسها جرت احداثها في شهر 2 الماضي بتغيب شخص اسمه محمود حسني 19 سنه عن مسكنه وترك الفيسبا الخاصه بيه او الموتوسيكل هوجن 3 اسفل عقار صديقه اللي هو المتهم الاول في منطقه السد العالي فايده كامل البساتين. تمام. فالبلاغ تم من قبل والده المتوفى لرحمه الله بتغيب ابنها والشك فيه فلان وفلان وفلان. فلان وفلان دول المتهم الاول والثاني والثالث كانوا قالوا ان المجني عليه بيلعب بالسلاح الناري الموجود معاه وهم قاعدين في غرفه مسكن المتهم الاول. فخرجت من البندقيه طلقه ناريه اطاحت براسه. الوقت الناري ده كان بتاع المجني عليه نفسه؟ بتاع المتهمين والمجني عليه. هو في خلاف حوالين المنطقه دي وتحقيقات اثبتت ان المتهم الاول والثاني هم كانوا يحوزوا البنادق الاليه وكميه كبيره من السلاح. كان باسم مين نفسه؟ السلاح غير مرخص. غير مرخص. غير مرخص وغير مصرح به قانونا. وكان المتهم الاول والثاني بيتاجروا في ماده في المواد المخدره. هم اليوم حق الدفاع عن انفسهم لكنهم اعترفوا، عشان كده انا بسجل مع حضرتك بناء على الاعترافات الاول والثاني. ايه اللي حصل بقى بالظبط يوم الجريمه؟ اللي حصل طبقا لاعترافات المتهم الاول ان هو كان قاعد هو والمجني عليه والمتهم الثاني في غرفه في مسكنه وبيلعبوا في السلاح الناري. فخرجت طلقة بتاريخ الخطأ فأصابت المجني عليه فمات. فأصيبوا بنوع من الهلع وأخبوا عن والدته إن هو مات، اللي هي كانت عاملة محاضر بالتغيب واكتشفت بتاريخ الصدفة إن ابنها في أحد مقابر السيد عائشة. يعني هما خدوه ودوه؟ خدوه دفنوه فعلا. دفنوه بالفعل. دفنوه ازاي يعني؟ حطوه في شنطة كبيرة اشتروها من التوحيد والنور في دار السلام عن طريق متهم من المتهمين. وكان المتهم بتاعنا الخامس اللي هو حطوا المجني عليه نفسه. المجني عليه الشاب رحمه الله عليه. يعني الشنطه كانت كبيره للدرجه دي؟ الشنطه من اللي هي شنطه إيه؟ السفر. والبني ادم كل وزنه 55 كيلو. هو كان صغير الحجم. فالموضوع كان بالنسبه لهم سهل يعني. كان المتهم الخامس اللي رفض فعلا ان هو يتعامل معاهم. المتهم الاول القى عليه بظل من الظلال عشان يجيبه معاه كنوع من الانتقام. بس نفهم الساده المشاهدين، انت قصدك ان هو زج باسمه؟ يعني زج باسمه عشان هو طلب منه العربيه الكاس بيتبلى عليه يعني. الكاس راته ينقل بيه المتهم فهو رفض وقال له لا انا ماليش في الجرائم دي. في الفتره دي تم احتجازه احتجاز غير قانوني بدائره اسم البساتين وتم تبليغ النيابه العامه بذلك وصدر امر ضبط واحضار المتهم الخامس بعد 10 ايام من احتجازه عملا وثابت ده بالاوراق. وده اللي بيخليني متمسك ببراءه المتهم الخامس اللي ممكن ينال عقوبه تصل الى السجن المشدد نظرا لاشتراكه في حيازه سلاح ناري او مخدرات. حتى لو لم تهم الموجهه ليه؟ ليهم كلهم كلهم متوجه لهم القتل العمد واخفاء معالم جريمه ودفن جثه بدون ترخيص وحاسه السلاح الناري والمخدر. وصلوا ازاي يعني؟ وصلوا اعترفوا هم على باعتراف المتهم الاول والارشاد قدرنا نتواصل مع مدير نيابه البساتين الى مكان دفن الجثمان ولقيناه في احد مقابر السيده عائشه بعين الصيره ومدفون بهدومه فعلا. وجت يعني مدفون داخل قبر. هل ده متاح ان هو ينفع يفتح مقبره ويدفن فيها حد ولا دوت؟ لا، اشترك مع الغفير الخاص. تربي مش غفير. والتربي دوت برضه اتمسك ولا موجود؟ هو المتهم السادس والسابع اللي هم الترابيه اللي هم تلقوا اموال كانت قيمتها 30,000 جنيه دفعت منها 10,000 جنيه بلغوا عن بعضيهم. احد الاشخاص اللي هو كان المفروض يبقى بقى مكان المتهم الخامس اللي هو تلقى فودافون كاش وارسل بالمبلغ واختفى عن الاحداث. وده اللي المثير في القضيه دي ان فيها متهم بريء رقم 5 ده يعني دخل بمفهوم غير صحيح. مفهوم انتقامي. بمفهوم انتقامي. والسيد مامور الضبط القضائي عشان يعالج الامر ده
اسند له وجود مخدر وقال ان عربيته الكيا اكيد ما اسندلوش، اكيد بيبقى فيه لا 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 هو الموضوع اصلا يعني احنا حضرتك احنا بنسمع الروايه منك. انا هقول دفوعي انا هقول يعني دفوعي. حضرتك كمحامي اكيد احنا لا ندافع عن الباطل ونحق الحق ونريد ان العداله تستقيم. المتهم الذي لا يعلم باركان الجريمه وحدوثها في وقتها وفي حينها وتم الزج بيه وتم تغفيله لاستخدام سيارته الكيا سيراتو لانه هو من المعاقين وبيستخدم الكيا سيراتو في النقل بعد الركاب بعد الظهر لقاء اجر بسيط، ما كانش يعلم اصلا بوجود جثه مراد. قالوا تعالى ننقل، ما كانش معاهم اسلحه الجريمه، ما كانش معاهم على مسرح الجريمه العربيه بتاعته الخاصه لنقل. لكن في خطا بقى في التحقيقات ان تم احتجازه 10 ايام عشان يضغطوا عليه يعرفوا اذا كان مرتبط بالجريمه ولا لا. فهذا الخطا الاجرائي رتب انه بقى مسند اليه ان لقوا عنده مخدر، وده بقى اللي جايين عشان ندافع عنه بشكل اصيل لان في بطلان اجرائي خاص بالمتهم الخامس. هو المتهم الخاص بيك عنده نسبه اعاقه، هو اعاقه في رجليه والمفروض ان في قانون بيحميه في المنطقه دي بنصوص قانون حقوق الانسان، ولكن ما تمسكناش بيها عشان ما ناثرش على سير التحقيقات. في المنطقه دي لا يجوز حبسه حتى، ولكن المحكمه رات ان هي تحبسه بمفرده لوحده في اسم البساتين، لكن دي اول جلسه يحضروا مع بعض من سجن مايو، وده نظرا لقرب قرار احالتهم جميعا لمحكمه الجنايات. احنا النهارده ما بنناقش الموضوع بشكل نهائي، احنا بس عشان التحقيقات انتهت فبنطلب اخلاء سبيل المتهم بشكل مؤقت لعدم ثبوت المواد الاتهام في حقه ولا وجود محل اقامه معلوم ولا عدم تاثيره على التحقيقات اذا ظل خارج، ونظرا لانه معاق وكان تم الزج باسمه بطريق الخطا والحين الفصل في الموضوع، فاحنا هنلتمس النهارده اخلاء سبيله بالضمان اللي تقرره المحكمه مناسبا. هنتابع مع حضرتك باقي اما بقيه المتهمين المحكمه ترى ما ترى.